السلام عليكم. ظهور حركة ثورية بالسعودية ضد حكم آل سعود. إليكم تفاصيل الخبر، ولكن فضلا قبل ذلك الاشتراك بالقناة. تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم ظهور حركة ثورية جديدة بالسعودية تحت مسمى مجلس تحرير جزيرة العرب، ينادي بتحرير المملكة العربية السعودية من حكم آل سعود. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صحيفة لهذه الحركة الثورية جاء فيها: نظرا لما وصلت إليه أحوال الشعب في جزيرة العرب أو ما يسمى بالسعودية من فقر وبطالة وإيقاف للخدمات واعتقال وقمع وضرائب ومنع من السفر ونشر للفسق والفجور والانحلال والرذيلة والدياسة ونشر المخدرات، وبناء على ما سبق فإننا في مجلس تحرير جزيرة العرب نلتمس من أسرة آل سعود سرعة تدارك شؤون الحكم واتخاذ خطوات عاجلة بعزل محمد بن سلمان وإعادة صلاحيات هيئة البيعة قبل تعديلات ابن سلمان عليها، وإن لم يحدث عزل من آل سعود لابن سلمان خلال شهر من تاريخ اليوم فإننا نعتبر الجميع شركاء فيما وصل إليه الحال، وسوف نستهدف كل ما يمكننا الوصول إليه. إن الشعب الذي يذوق مرارة الفقر ولعنة الجوع والبطالة قرر إسقاط حكم ابن سلمان بالقوة، وإن عوائد ثروات النفط والغاز والذهب والمعادن الذي يمنحها ابن سلمان لبريطانيا وغيرها ويعبث بالمقدرات في الترفيه والحفلات سوف تعود للشعب رغما عنه. وبكان تانا من الخبر، بشكركم على حسن استماعكم، فضلا لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وسنوفيكم بكل ما هو جديد.